بقى شويه. وزاره الطيران المدني اعلنت انه في استئناف للرحلات الجويه بشكل رسمي امبارح الاربع ما بين بولندا وما بين مدينه طابا بشكل مباشر. الحقيقه كان عندنا توقف لهذه الرحلات لمده 4 سنوات. وزاره الطيران كان طلعت امبارح الاربع بيان قالت فيه انه كانت اول رحله طيران قادمه من بولندا وصلت بالفعل الى مطار طابا الدولي وتم استئناف الرحلات بشكل رسمي بين البلدين. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. استقبل مطار طابا الدولي أول رحلة طيران من بولندا وعلى متنها مجموعة سياحية. جاءت هذه الرحلة بعد توقف 4 سنوات عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بصحراء العريش نهاية أكتوبر 2015، وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه، وهو إجراء متبع مع وصول أي طائرة جديدة أو خط طيران يفتح بالمطار. وتم استقبال السياح بفرق من التنورة والمزمار البلدي فور خروجهم من صالة الوصول للترحيب بهم. وتم إنهاء إجراءات وصول وخروج المجموعات السياحية بمعرفة شرطة السياحة إلى أماكن إقامتهم.